Assalamualaikum l'équipe. فيديو جديد من العنبة وي ماري وحنا هنا في لوري روز راح نصوروا واش كتب ربي ان شاء الله ويا بصحتكم من جولة نسمع شوية الأخبار صحة تجمعات سكنية نستدعى تدخل الحماية المدنية ومعنا على المباشر المكلف بالاتصال بمديرية الحماية المدنية الملازم زكريا شبوبي. صباح الخير زكريا. صباح الخير عليك. صباح الخير جات عنا. صباح الخير مستمعينا الكرام. اذا نتحدث لما نجي نتحدث على التدخلات تاع 24 ساعه الحمايه المدنيه، تدخلت اسعافات مديريه الحمايه المدنيه لولايه عنابه خلال 24 ساعه الماضيه والى غايه الثامنه من صباح هذا اليوم، ففي 104 تدخل تداخل شهاده تدخل شامله تشمل هذه التدخلات. السلام عليكم ليكيب. حنا هنا في دخلة حي الريان من جهة البارك، نكملو الجولة تاعنا نشوفو نصورو شي راهو صاري في الطريق. شوفوا اللقطة هذه هي المزيد من توصيات ومعطيات للمشاهدات والمشاهدين، وأشكرهن وأشكرهم على قبولهم وقبولهم على كل ما نقوله مع فوق بأستاذ رحال وأستاذ فراق، وأتمنى في المستقبل وحتى عملها في الماضي أن يكون من فوق بالأحسن لإعطاء المعلومات الدقة اسمع الحصة وقولينا في البحر. Thank you.
كيف احنا هنا في ليزالمون راح نجيب حي الابطال حي البرتقال. راكم تشوفوا في الدنيا كيف الشعب راه ما عندوش كفايه عندي.
والله لي كيف جبنا المكتوب هنا في شبي شنو هو من شحال نروحوا على الكورنيش خاطر هذه راح نطلعوا من فوق نطلعوا من جهه بطيمة ابو شارب ونطلعوا لفوق صوالح سيدي ياسر فوق صورتها قبل شنو هو اذا جبنا المكتوب نصورها انا باليوم ضرت يوم ضرتها المطر الاخر هذه ناس ياسر تضروا بوني الحجار ياسر 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 ولا ليكيب جبنا المكتوب احنا هنا في سونتر فيل انا اون فاس المارشي الحوت هاي نخرج على لاري بومبيتا ما حبيتش تحبس قديمه رقيقه وكاينه ان شاء الله ما حبيتش تحبس معها كامل ربي يقدر الخير الليله دي يا الله ايوه هي هي ماريو بوسكارا
نخرجوا على جنينه تاع اسطنبولي. حنا رانا ما عندين وين تاكسي، يفرقوا تصريف هذه خاصه باش تجي كيما سيركيلاسيون. كيما دروك الكور مشرجي، الحطاب مشرجي، يجي دي حكايات تمشي صح بالعقل. ساعات كيما هذا تحس واحد يعطل كيما هكا. ديما خرجنا للأمير اللي قصة جينا بها من عسل حسين. من الله يعطيك عسل حسين. هنا خرجنا وين جنينة اسطنبول. السلام عليكم. سامحني عطفي اللي داخل القستل. ما عندكش من طهر لكن يبش نروح للنوفال زعما. هذا البنت من باديس راه ما عندكش من طهر تقعد تركا ما غاشي يفرات. فوالا دي كيب فيديو تاعنا يفضل هنا تاع العشية. عندي لسا ما درتش فيديو تاع العشية. شوان روعنا شوية منا شوية. اي نقولكم السلام عليكم، تصبحوا على خير وغدوة ان شاء الله.